نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مساء الخيرات لكل الناس اللي تابعونا خلال شهر رمضان المبارك وعبر برنامج رمضان كذا. نتمنى بإذن الله أنكم تكونوا استفدتوا من أيام الرحمة، ونستفيد قدر الإمكان من أيام المغفرة، وربنا يوصلنا على خير إلى أيام العتق من النيران. في الغالب الوقت في شهر رمضان يعتبر طويل جدا، طبعا هذا الموضوع بالنسبة للناس اللي تصحى من بدري وتصلي ظهر وتصلي عصر، قراءة قرآن وتسابيح وأذكار، مش للناس اللي تجلس نايمة لغاية صلاة المغرب ويروح عليها رمضان بشكل أو بآخر. وبما أن الوقت طويل يبقى كثير من الناس بتحاول تفكر كيف يا ترى ممكن أننا أؤدي العبادات على أكمل وجه، وبالمقابل أستفيد من هذا الوقت الطويل بشكل أو بآخر. واليوم إحنا بنقترح واحدة من الوسائل اللي ممكن أنها تساعدكم في استغلال هذا الوقت الطويل خلال شهر رمضان المبارك. موضوعنا لهذا اليوم هو صندوق المعلومات. صندوق معلومات وصندوق سلوكيات، كثرة الصناديق. حلو لما تكون حياتك عبارة عن صناديق مختلفة، علم وسلوكيات وثقافة ومعلومات وأشياء كثيرة، في الأول والأخير أنت المستفيد الأكبر منها. فكرة صندوق المعلومات فكرة بسيطة وسهلة وسلسة جدا، وممكن تعطيك فوائد أنت ما توقعتهاش أبدا في حياتك. بطبيعة الحال اليوم بالنسبة لك 24 ساعة، وفي هذه الـ 24 ساعة الشيء الطبيعي أنه أنت تتلقى معلومات هائلة من مختلف الأماكن، سواء كان تلفزيون أو كان راديو أو كانت مجلة أو كان رسالة واتساب أو كان أي شيء وكل شيء، وهذا الشيء الطبيعي. أما إذا أنت تعدي الـ 24 ساعة حقك بدون ما تكتسب أي معلومة ففي خلل في الموضوع. إلى جانب هذه الأشياء كلها أيضا القرآن، قراءتك للقرآن، متابعتك للمسلسلات الدينية أو حتى المسلسلات العادية، أكيد 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 على الأقل على الأقل بيكون في عندك في اليوم معلومة واحدة جديدة في حياتك. إيش اللي يحصل؟ تأخذ المعلومة هذه، وطبعا هي معلومة بتكون قصيرة أو مقتصرة، ما بتكونش عبارة عن قطعة مثلا شعرية أو قطعة كبيرة، أنت بتحاول أنك تكتب رأس المعلومة والشيء الجوهري في المعلومة. تأخذ ورقة زي الورقة هذه، ورقة A4 عادية، وتأخذ ممكن قلم وتبدأ تسطر هذه الورقة وتعمل لك جدول وتكتب عليه اليوم، تكتب هنا اليوم وتكتب هنا المعلومات اللي تتلقاها خلال اليوم. ولو كانت معلوماتك كثيرة ممكن تقلب الورقة كذا وتعمل نفس التسطير وتكتب اليوم وتكتب المعلومات اللي تلقيتها خلال هذا اليوم، ويوم جنب يوم جنب يوم. خلي الورقة هذه على الأقل لأسبوع، وبعد أسبوع اطوي هذه الورقة نصين وحطها في صندوق المعلومات. ولو ما عندكش صندوق معلومات ممكن تحط الورقة هذه وتلصقها على دفتر، أو ممكن لو ما تشيش ورقة تأخذ دفتر أبو 20 أبو 40 وتبدأ فيه نفس العملية وتحتفظ فيه. الدفتر هذا بيكون بداية انطلاقة لناس كثير. كيف بداية انطلاقة لناس كثير؟ يعني كثير من الناس تتبادل الكتب بينها وبين أصدقائها، لكن لما تكون أنت تعبان في المعلومة دي ومسجلها بيدك الوضع بيختلف وبيكون حلو أكثر. يبقى الدفتر اللي معاك أو قصاصات الورق هذه اللي معاك هي عبارة عن حصيلة
انت جمعتها خلال شهر، خلال شهرين، خلال 6 شهور، وتحاول انك تتبادلها مع اصدقائك، تعم المعلومة والفائدة عليك وعليهم. الموضوع صعب شوية ومعقد وفي لبش كثير، يعني ليش ناخذ دفتر او ناخذ ورقة ونلصق الورقة في الدفتر ونتبادل الدفتر احنا والاصدقاء واحنا والاصحاب؟ ليش ما نعمل زي ما كثير من الناس عملت، نعمل نادي كتاب او نادي قراءة او تجمع بيننا البين، ونتفق على كتاب معين كل فترة نقرأ الكتاب ونناقشه مع بعض؟ صحيح فكرة نادي القراءة فكرة حلوة جدا، بس الطريقة اللي نحن نتكلم عليها اليوم طريقة تساعد كثير من الناس. منهم الكثير من الناس اللي ما يعجبهم يقروا، اللي نفسهم ياخذوا علم بس ما يحبوش يقروا، يملوا من القراءة. صادفنا كثير من الناس تحب الاطلاع، تحب المتابعة، تحب معرفة الجديد، تحب أشياء كثيرة جدا، لكن بمجرد ما أنك تجيب لها كتاب وتقول لها اقرأ تدوخ، ولو قرأت هذا الكتاب لو قرأت بتقرأ فيه 2-3 صفحات وبالنهاية بتكسل. عشان كذا نحاول نبتكر أشياء جديدة ومختلفة نوعا ما تساعد الناس على اكتساب المعلومة، وإحنا بادرنا اليوم وخلينا صندوق المعلومات واحدة من هذه الوسائل. لو عندكم وسيلة أخرى شاركونا فيها. أهلاً، هياك هياك هياك. ما بالله بأن أجمع المعلومات وأكتبهن عشان أحطهن في الصندوق حق أعمارة. ما هن المعلومات ما بتجمع، هذه بنجمع المعلومات عندنا ونحطهن في ورق مثل هذا، تمام، ونحطهن في صندوق العمارة، ومن محتاج معلومة ولا شيء يجي يفتح الصندوق ويبزل لها المعلومات ويستفيد معلومات جديدة. ما هن المعلومات مثل أي شيء. أوريك دافنشي رسم إيطالي، عرفته؟ أيوه كيف عرفته؟ أنت داري إنه دافنشي هو اللي اخترع الدبابة؟ نعم والله، وطور المنجنيق. معلومة ثانية يقول لك، شوف الهند فيها أكثر من 200 لهجة، تخيل 200 لهجة ومتعايشين ومتفاهمين. كبيشتو الله ما داري. فأقول لك شوف المعلومات هذه مهمة جدا، فإن الواحد مو غيرها من المعلومات قوية الصدق حالية، وفي نفس الوقت مثيرة وغريبة. ومش أنا وحدي بس اللي جمع المعلومات، كل سكان العمارة كل واحد دي معلومات جديدة ويحطوها في الصندوق وكلنا نستفيد. لا انت شيء الصدق، أنا الوحيدة اللي ما بنفعل هكذا، وشجعتني إنه نفعل مثلك. ضروري أن تشارك، ضروري أن تشارك معنا والكل. أكيد. يلا خلاص من اليوم نبدأ نجمع. إذا ثابت. كلنا أكيد سمعنا عن طه حسين، هذا الأديب، هذا الأديب المثقف النابغة، صندوق معلوماتي متحرك، وكلنا أكيد كنا عارفين إنه ما يعديش عليه اليوم إلا وهو قرأ عشرات من الكتب. هذا وهو أعمى. كيف كان بيعمل طه حسين لو كان بصير؟ يقول الكاتب الإماراتي ياسر حارب وهو يتكلم عن أهمية القراءة، وهو يوصف المجتمعات اللي تحاول قدر الإمكان إن تهتم بالقراءة والكتابة والمعلومات أكثر من اهتمامه بإن تشتري آخر نوع من أنواع الهواتف النقالة، هم المجتمعات اللي يرقوا ويسموا بالعلم. وفي يوم من الأيام والكاتب كان متواجد بأحد شوارع لندن، كان يشوف الناس وهم نايمين على الرصيف، نايمين في الشارع. ليش؟ عشان هذاك اليوم كان اليوم المحدد لنزول النسخة الأخيرة من رواية هاري بوتر، فالناس كلها نايمة في الشوارع مستنية أول ما تفتح المكتبات عشان على طول تروح تشتري النسخة الأخيرة اللي نزلت من رواية هاري بوتر، وما يكونش في حد سبقهم في قراءة القصة قبلهم. عمرك فكرت في حياتك إنك ممكن تنام في الرصيف عشان تروح تشتري كتاب؟ أو فين المكتبات دي اللي عندنا اللي ممكن إن الواحد يروح يقرأ فيها أو يكتسب معلومة أو يلاقي شيء جديد؟ للأسف أمة اقرأ لا تقرأ. كيف
كيف يا ترى ممكن نتبادل المعلومات فيما بيننا البين إذا كان أساساً مخزوننا المعلوماتي قليل؟ وإذا مخزوننا المعلوماتي قليل يبقى الطرق اللي ممكن إن احنا نبتكرها عشان نوجد وسائل مختلفة لتبادل المعلومات أكيد بتكون كمان قليلة. في دول أوروبا في يوم من الأيام كان في طفل جالس جنب أمه، عمر الطفل هذا تقريباً 8 إلى 9 سنوات، كان يستمع إلى أمه وهي تتكلم بالتليفون مع واحدة من صديقاتها على أنه البلدية قررت إغلاق يمكن ما يقارب 5 إلى 6 مكتبات عمومية موجودة في ولايتهم. ليش؟ لأنهم ما عندهمش المخزون المالي والموارد المالية اللي ممكن أنها تساعد على استمرار فتح هذه المكاتب ودفع رواتب العاملين فيها. الطفل سمع أمه وهي تتكلم عن هذا الموضوع، راح ثاني يوم للمدرسة يكلم أصحابه إنه سمعتوا، قالوا إنه في الولاية اللي إحنا فيها بيقفلوا ما يقارب 5 إلى 6 مكتبات عملاقة لأنهم ما عندهمش القدرة إنهم يدفعوا قيمة رواتب موظفين هذه المكتبة. إيش عملوا الأولاد؟ عملوا جمعية بحيث إنه كل طالب يدفع المبلغ اللي يقدر عليه، وبالفعل جمعوا مبلغ مالي معين وأخذوا المبلغ هذا ودوه للبلدية. البلدية هي المسؤول الأول كان لإغلاق هذه المكتبات أو لقرار إغلاق هذه المكتبات. تجمعوا كل الأولاد وجمعوا مبلغ معين وراحوا للبلدية وأهدوهم هذا المبلغ وقالوا لهم هذا المبلغ مننا لكم، وإحنا نوعدكم إنه شهرياً بنكون على أتم استعداد إن إحنا نعطي كل اللي نقدر عليه بس عشان تستمر المكاتب ونلاقي المكان اللي نروح فيه وناخذ المعلومات ونتثقف فيه. كل واحد يتذكر فين كان يروح أول ما تجي حصة المكتبة؟ طيران، اللي ورا السور واللي ورا المدرسة واللي عند الكافيتيريا واللي يطلع الصحة واللي بطنه توقعه واللي كليته توقعه واللي مش قادر يتنفس واللي محموم ويشتي يروح واللي واللي واللي، كل الإبداعات تطلع في حصة المكتبة. ليش؟ تحت مسمى إنه ما لهاش داعي، يعني إيش ندخل نقرأ قصص ولا ندخل نقرأ كتب؟ الآن لو الزمن يعود لك لورا، هل بتهرب من المكتبة بنفس الطريقة؟ شوف الأطفال كيف راحوا يجمعوا مبالغ مالية من جيوبهم عشان يحافظوا على استمرار المكاتب خوفاً من إنها تتقفل وما يلاقوش مكان يستقوا فيه العلم، بس إحنا ندور منها الهربة. الأشخاص اللي تحس إنه ما عندهاش القدرة أبداً إنها تحب القراءة أو تطلع أو إنها تحصل على المعلومات بطريقة أو بأخرى، حاولوا إنكم تزرعوا هذه الخصلة في أبنائكم، لأنه الزمن اللي بيجي على أبنائكم بيحتاجوا فيه كثير إلى العلم، إلى الثقافة، إلى الاطلاع، للأشياء اللي أنتوا برضو بحاجة لها في هذه الأيام بس يمكن مش قادرين تقدروا الحجم اللي انتوا وصلتوا له. ليش تحت مسمى انه انا ما احبش اقرا؟ خلاص انتهى الموضوع. حاول ان الشيء الكويس اللي انت مش قادر عليه تزرعه في ابنك، على الاقل يكون في بذره كويسه داخل الاسره. مشاهدين الكرام، نتمنى من اليوم كلنا يكون عندنا صناديق كثيره في حياتنا، معلومات، اخلاق، دين، صحه، كل الاشياء اللي انت تتمناها حطها بصندوق، والصندوق الأسود ينفع في اليوم الأبيض. وصلنا إحنا وإنتوا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج رمضان كذا، ومن السلوك اللي نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه. لنا لقاءات متجددة وأخرى كثيرة بإذن الله إلى نهاية شهر رمضان. تابعونا بكرة في نفس الموعد، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ
يسود مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود نقدر نجود.